استقبال طبعا في اي بي، لقطات من استقبال بعثه النادي الاهلي في المغرب. بدايه طبعا تحيه لكل الاهلاويه اللي بداوا معانا حلقه النهارده من السادسه، اهلا وسهلا بيكم. اليوم الحلم، اليوم المنتظر، خلاص بيفصلنا عنه 48 ساعه. رحله سريعه جدا هناخدكم فيها للمغرب ونطمن على تاني ايام البعثه اللي كانت النهارده يمكن اجواء عاصفه. يعني النهارده كان يعني رغم انه الجو ابتدى كويس وكانت يعني الاجواء مشمسه زي ما بيقولوا، لكن بعد كده قلبت بقى عواصف ومطر وتلج وقصه وحكايه وروايه. لكن هنطمن بالتاكيد على مدار حلقه النهارده على بعثتنا وتاني ايام استعدادها و48 ساعه قبل مواجهه اوكلاند في المباراه الافتتاحيه. الحقيقه يعني النهارده فكرت وانا ببتدي الحلقه، يعني طبعا انا عارف انه كاس العالم هو الشغل الشاغل لجماهير النادي الاهلي، بس الحقيقه امبارح يعني ده كلام من القلب واتمنى انه يوصل للقلب. يعني امبارح بعد كلامي على قصه بيان اتحاد الكوره وعلى المشكلات والازمات اللي خاضها الاتحاد المصري لكره القدم في الفترات الاخيره، سواء مع كارلوس كيروش او مع مارك لاتنبرج او حتى الازمات الداخليه، الحقيقه لازم في جات لي مكالمات او في ناس اتصلت بيا، وفي مش عايز اقول زعل لكن خليني اقول حاله عتاب، يعني وان انا بهاجم الاتحاد وان انا واخد موقف خالص. على فكره انا اهم حاجه بتشغلني هو مصلحه الرياضه المصريه، واتمنى دايما نشوف مصر قدام سواء كمنتخبات في المقام الاول او كانديه، وشيء يفرحني ما يضايقنيش ابدا. على فكره انا اتربيت كده، ممكن تحسبها ان انا صح ممكن تحسبها ان انا غلط، لكن انا بفرح لاي انجاز مصري اذا كان على مستوى القاره او على المستوى العالمي، حتى لو ما كانش النادي الاهلي. يعني لو الزمالك فاز ببطوله افريقيا وهو بيلعب اي فريق غير النادي الاهلي هبقى سعيد، على فكره ابقى سعيد لاولاد بلدي. في النهايه جمهور الزمالك هم جزء من اهلي وناسي واصحابي، وعمري ابدا ما احب ان هم يبقوا متضايقين لحساب حد غريب، لكن لو بيلعبوا الاهلي قصه ثانيه طبعا. نفس الحكايه على الاسماعيلي، نفس الحكايه المصري، انا ما عنديش حساسيات، وخصوصا ان انا يعني فرحان وبفتخر ان انا واحد اهلاوي اتعودت على البطولات وشبعت بطولات. الاهلي شبعني بطولات، الاهلي كان واحد من اهم مصادر السعاده في حياتي. فاتمنى دايما اشوف الرياضه المصريه بخير. والقصه لو اتكلمنا بعيد عن الرياضه، وهي حقيقي ملهاش علاقه بالرياضه، يعني حاله السيوله، مش عايز اقول حاله الاسفاف اللي حاصله في المشهد الرياضي في مصر، بقت مش مضايقه الناس اللي معنيه بالرياضه ولا مهتمه بالرياضه بس، بقت مضايقه الناس كلها، اللي ليه في الرياضه اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره. واذا كنت انا هفكر بنفس منطق الشر واهل الشر، انا ممكن اقول لك انه الحاله دي في مصلحه الاهلي، يعني بقاء الحال على ما هو عليه ده في المقام الاول والاخير بيخدم النادي الاهلي، لانه واخد الناس كلها ورايح بيها لورا، واخد الناس بما فيهم الانديه اللي بتنافس النادي الاهلي، واخدهم وراجع بيهم ورا، واخدهم وراح يلبس بيهم في حيطه. فانا من مصلحتي جدا جدا لو هفكر بنفس المنطق ده انه ان يبقى الحال على ما هو عليه. حاله ضعف، حاله لا مبالاه، حاله يعني مش عارف اسميها ايه، لكن في النهايه انتبه السياره ترجع الى الخلف. مش ممكن نكون ماشيين بالطريقه دي او بنفكر نكمل بالطريقه دي واحنا عندنا مثلا على هدف زي التاهل لكاس العالم. مش ممكن نكون بنفكر بالطريقه دي واحنا هدفنا ان احنا نعمل مشوار زي مشوار المنتخب المغربي اللي شرف الكره الافريقيه والكره العربيه في بطوله كاس العالم. مش ممكن، مش ممكن اللي حاصل، المعادله اللي حاصله واللي موجوده في المشهد دلوقتي تقول انه مصر او الرياضه المصريه او كره القدم المصريه مستقبلها مبشر، مستقبلها يدعو للتفاؤل. وكلامي باختصار شديد جدا عشان ما عدش واعيد وازيد في الكلام اللي انا قلته امبارح، انا كل اللي قلته يظل البيان الصادر في من اتحاد كره القدم المصري فيما يتعلق بملف المشكلات والازمات اللي اثيرت في الشهور الاخيره مجرد حبر على ورق، ما لم يترجم لخطوات فعليه تنفذ وتغير من الامر الواقع شيء. بس هو ده اللي انا قلته. لكن انا لا بهاجم اشخاص، لا لي علاقه بالساده المسؤولين عن الكره المصريه سواء اتحاد كوره ولا رابطة أندية ولا لجنة انضباط ولا لجنة حكام، وعمر ما هيكون ليه علاقة. أنا لا بصفي حسابات ولا طمع في مصالح شخصية، أنا همي كله وكلامي كله مرتبط بأنه الخادم يبقى أفضل، حلمي وطموحي. لأنه على مستوى الكرة المصرية لو بصيت للعشرة أو الحداشر سنة اللي فاتت هتلاقي أنه الإنجاز الوحيد اللي بيتحقق على مستوى الكرة المصرية كلها أندية ومنتخبات هو النادي الأهلي.
حد يكلمني عن اي انجاز اتحقق غير النادي الاهلي، بطولات افريقيا، بطولات سوبر افريقي، بطولات كاس عالم انديه، مين غير الاهلي؟ فاذا كانت الناس بتفكر انه احنا عايزين بكره يبقى احسن، اعتقد انه الافعال كمان لازم تقول ده. الكلام وحده لن يكفي. اعتذر للاطاله، كان بس مهم جدا اقول الكلام ده لحضراتكم في بدايه الحلقه.